السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بيوت. وبيت اليوم الذي سنزوره هذا البيت الجميل الأنيق الكبير، اختار التاجر نصيب بن محمد أن ينشئه في نهايات القرن التاسع عشر، واختار موقعه بعناية. واضح أنه اختاره على الواجهة البحرية، حتى قبل أن تنشأ المدرسة السعيدية هذه. كما نعلم أنه قبل النهضة كانت هناك ثلاث مدارس كلها تحمل اسم المدرسة السعيدية، هذه آخرها أنشئت عام 1959. إذن بيت البرندة اللي راح نزوره، أو اسمه المرادف بيت نصيب نسبة إلى مؤسسة، يقع في مطرح بجانب خلفه مباشرة، أو يعني على اليمين من هنا يبدأ سور اللواتية، ثم سوق مطرح، هنا حارة الشمال وميناء السلطان قابوس، واللي كان أيضا من القديم يوجد هنا سوق للسمك. فالموقع جميل جدا، والداخل أجمل وأجمل إن شاء الله. نتعرف على التفاصيل. وللتعرف أكثر على تفاصيل بيت البرندة، على تاريخه، على تحوله من بيت إلى متحف، راح يكون معنا إن شاء الله الأخ الفاضل، هو إداري هنا في المتحف ومرشد سياحي، الأستاذ عبد الله بن مبارك العبري. حياك أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا أستاذ محمد، شرفتونا البيت. الله يشرف مقدارك. إحنا هنا في أول مدخل يعني للبيت، قبل أن ندخل للتفاصيل اللي نبدأ بموجز عن تاريخ البيت. طبعا بيت البرندة أو ما يعرف ببيت نصيب لنسبة للصاحب الأول، بني في أواخر القرن التاسع عشر. برندة تعني الفرندة، هي الكلمة اللاتينية، فحرفت إلى برندة أي الشرفة الموجودة هنا. تمام. كانت مفتوحة في السابق. يرجح أن بيت البرندة تم بناؤه في ثلاث مراحل. في الجزء الخارجي اللي هو آخر مرحلة، على النقوش الموجودة في الباب بني 1931. مر في أكثر من مرحلة بيت البرندة. عام 1909 استأجرته البعثة الأمريكية وعملته كمستوصف قبل بناء مستشفى الرحمة في مطرح، يعني واللي يعرف أيضا بمستشفى توماس. مستشفى توماس، دكتور توماس بالفعل. في عام 1973 استأجرته المجلس البريطاني الثقافي كمكتبة وأماكن لتدريس اللغة الإنجليزية. تمام. في بعد المرحلة ظل مهجور إلى أن آلت ملكيته إلى وزارة التراث وعملية الصيانة. في عام 2004 عهد إلى بليلة مسقط للتحويل إلى متحف. نعم. واليوم هو متحف بيت البرندة. المكان الخارجي هذا يعني كان أعمدة، لم يكن مغلق. أيوة، كان مفتوح بالضبط، يحمل الشرفة أول اللي هي البرندة أو الفرندة. صحيح. ولصق فيها هو كان السور الخارجي للبيت. فعملت في عام 2009 تم عمل الجدران وك محل الهدايا ومكتبة. نعم. ربما الصور القديمة، نمرر بعض الصور القديمة للشكل الخارجي يبين أنه هذه أعمدة مرفوع عليها الفرندا أو الشرفة. هذا هنا يبدأ المدخل، هنا يبدأ المدخل عند هذا عند هذا الباب. هي. طيب، هل الباب هذا هو الباب الأصلي؟ أيوة، الباب الأصلي، وزالت النقوش موجودة بالتاريخ، موجود لازال نفسه. يعني لما نحكي من نهايات القرن التاسع عشر، من 1800 وما بعد 1950 في النهايات، أنه عايش الباب من الآن،
النوافذ. النوافذ نفس الشيء. نعم. أيوه. ممكن قراءتها من الحدايد. بالضبط. والنقوش الزجاجية. مر عليها وقت طويل. صحيح. والأبواب الداخلية نفسها كامل لم تغير يعني. ونفس الأبواب. لازالت نفس الأبواب. لازالت. جميل جدا. إذن يعني تم التعامل مع البناء بشكل ذكي جدا. بالضبط. أكيد دائما هناك ضرورات للترميم، لتحويل المكان من حال إلى حال أو من استخدام إلى استخدام آخر. بالضبط. ورح نتعرف على هذه التفاصيل أكثر في محطاتنا القادمة داخل البيت إن شاء الله. ما شاء الله. طبعا هنا قاعة الاستقبال. في السابق هذه كانت الحريقة الداخلية للمنزل وكانت مهوة بوجود الفتحات تهوية في الأعلى، وطبعا من سيم البيوت العمانية سابقا. أيوة. عبارة يعني هذا الليوان أو الدهريز. أيوة. نعم. التكوينات الموجودة هذه يعني مبين كان معظمها أصلية يعني. طبعا طبعا احتفظ هذا المكان بالسمات القديمة بوجود الأعمدة الخمسة هنا لدعم للبيت، فلا زالت موجودة من السابق. نعم. يعني طيب، معنى ذلك أن تاريخ هذه الأعمدة هذيلا أربعة خمسة وفي سادس عند سادس. عند الدرج هذه أعمدة أصلية نحكي على أعمدة عمرها ما أقل عن 100 عام. بالضبط. صحيح. من وين جلبت في ذاك الوقت؟ جلبت من الهند مع وجود مع الأخشاب اللي في الأعلى. أيوة. اللي يعني هذا البهو كاملا هو زي ما هو القديم باستثناء أنه تم تغطيته بالزجاج. أيوة. في الأعلى. أول كان للتهوية. أول كان للتهوية سابقا. والآن للتهوية للتكييف. للتكييف بالضبط. نعم. ومبين أنها أعمدة متينة. متين طبعا. مقصن. طبعا أكيد. يعني مليانة من الداخل. أيوة. الخشب نفسه. خشب نفسه. الأبواب نفسها. الأبواب نفسها والنوافذ نفس الشيء. هذا الباب شكله غير شوية. هذا الباب هو نفس السمة العامة. هذا هدية للمتحف بمناسبة الافتتاح. أيوة. كان في المسجد الزواب اللي في مسقط في 2006 بمناسبة الافتتاح تم إهداء لبيت البرندة فوضع للعرض. إذن هذا الباب أصلا منقول من مسجد الزواوي. مسجد الزواوي الأصلي القديم اللي في مسقط. أيوة. مسجد يوسف الزواوي. يوسف الزواوي صح. نعم. وهذا أيضا مسجد عريق ولا زال قائم إلى اليوم. فجلب الباب من هناك. من هناك كهدية للمناسبة الافتتاح. نعم. لكنه متناغم مع المكان. أكيد طبعا طبعا. متناغم جدا. الآن طيب. والتقسيم الأصلي لهذه الغرف، أولاً يلاحظ مثلاً متانة الجدران دائماً إذا تبى تعرف متن الجدران. صحيح. يبين من من الأقواس هذه. أيوة. جدران متينة. أهم الغرف اللي موجودة هنا يعني إحنا مثلاً وجدنا معظم البيوت القديمة الكبيرة تحت خدمات وفوق غرف. أيوة. فهل هذا هذا نفس الشيء موجود هنا. في ثلاث غرف هنا. فيرجح احنا كانت للخدمات في غرفتين هناك، في واحده صغيره وعند الباب الخلفي. طيب احنا مرينا على غرف اخرى قبل القوس هذا، هل هي ضمن المراحل مراحل بناء ال هي يرجح لنا يرجح لنا بالمرحله الاخيره لنفس البناء الواجهه هي 1931 تم اضافه الغرفتين هناك كمجالس خارجيه. هذا الاستخدام القديم. الاستخدام اليوم ايش؟ هذه ايش استخداماتها؟ الدور الاول هي متحفيه. هي متحفيه. ما المعروض فيها؟ الدور الاول كامل عن الجيولوجيه مسقط والحياه الفطريه والحياه القديمه الموجوده هنا في مسقط. فمن الغرفه الاولى نبدا بحركة الصفائح والتكوينات والتغيرات في شكل القشرة الأرضية لمسقط. الغرفة الثانية لأهم تضاريس الموجودة في مسقط مع شرح وفيديو مبسط عن كيفية تكوينها. تمام. الغرفة الثالثة والأخيرة
عن الحياة الفطرية القديمة، عن حياة الديناصورات والحافير الموجودة اللي تم اكتشافها في مسقط. نعم، يعني المتحف هو منوع في مواضيعه، هو ثقافي تعليمي. نعم. بشكل عام، لكن نقطة الارتكاز على الأقل في الدور الأرضي هي مسقط. بالضبط. ولما نقول مسقط بمفهوم مسقط ومطرح، محافظة مسقط قديمة ومطرح والمحافظة بشكل عام، لكن هما أعرق مدينتين. بالضبط. مسقط القديمة ومطرح، قلت لي الأعمدة جلبت من الهند، وكذلك الأخشاب. الأخشاب، كل الأخشاب. نعم. وبعدين إحنا نحكي على مطرح، وهذا الموقع بالذات يعني إحنا علمينا أقرب من يعني كانت الأغراض تحمل ربما ما تحتاج حتى صحيح. لوسيلة تحميل من مباشرة. هذا الميناء اللي هو ميناء سلطان قابوس اليوم، لكن زمان على بعد يمكن كيلوين أو أقل كانت الفرضة اللي تحت الكوت تحت قلعة مطرح، فطبيعي أنه تجلب أشياء كثيرة من الخارج. طيب النوافذ والأشياء هذه أيضا مجلوبة من الخارج؟ من الخارج، لكن احتفظنا بالنوافذ، لازالت هي نفس. حتى نلاحظ أن الخشب الأبواب والنوافذ متشابه، فقلب من الهند. يعني كانها طاقم. طاقم. نعم. صحيح. جميل. هذا بالنسبة للدور الأرضي. الدور هو المبنى من دورين. دورين. نعم. إذا نشوف الدور العلوي. إن شاء الله. تفضل. طبعا هذا البهو العلوي للبيت. دائما الشرفات او الاماكن العاليه محببه يعني. طبعا اكيد، اتصور اي حد كان ساكن هنا كان يستثمر هذا المكان. صحيح. بالضبط. في الشتاء الجو يكون احسن بوجود الفتحات العلويه هنا. ايوه. طيب واضح انه يعني الأعمدة فوق خشب. أيوة. تحت إحنا شفنا حديد. لا، نفس الامتداد للأعمدة الحديد فوق بيكون الخشب. وفوق استخدم الخشب وأضعف، وهذا معظم المباني. بالضبط. صحيح. يعني الحمل على القاعدة اللي تحت. لاحظت أيضاً إنه الأعمدة عليها أختام. طبعاً. أو مكتوب فيها، بس الكتابة ما كثير واضحة. أيوة. يرجح أن للمصنع، ختم المصنع. أيوة، رغم أنها بارزة وكانها لغة عربية. أيوة. فارسية، أردو، يعني صعب ما كثير وصعب تمييزها، تحتاج ناس مختصين يقرؤوها. لاحظت أيضا الدرج يعني الجزء الثاني خشب. أيوة، الجزء العلوي والجزء السطح إلى خشب. خشب. أيوة. وايضا نفس الدرج. نفس الدرج. نعم. ونفس الاخشاب، حتى تلاحظ نفس الاخشاب الموجوده في مجمل البيت، نفس نوعيه الخشب. تمام. بالنسبه للسقف او الدمام، يعني معظم البيوت اللي نلاحظها مثلا في المناطق فيها جذوع، فيها كندل، هذه كان فيها حديد. في بعض. أيوة. هنا في حديد، وهذا اللي تحت فيه حديد. أيوة. يعني نفس هو نفس السقف السابق، لكن تم تطعيمه بالحديد. نعم. عشان تقويه المكان. يعني هي الدعامات حديد. حديد. وفوقها الخشب. الخشب. نعم. هذه المكونات الرئيسية. الغرف هنا كم غرفة؟ في هنا 8 غرف. 8. صاروا 8 ولا أصلاً 8؟ لا، ما صاروا 8 بعد تم تغطية الشرفة. الشرفة السابقة كانت بهالجانب، تم. أيوة. تغطيتها وإضافة غرفتين. البرندة الأصلية كانت مكشوفة. مكشوفة. الجانب كان مكشوف. نعم. هي الشرفة والبرندة. وأكيد منظر رائع للبحر. أكيد على البحر. قابل البحر. طبعاً. والمدرسة السعيدية تحتها. الغرف دمجت. الغرف دمجت. حتى يتسنى وضع المعروض. أيه، بشكل مسار وتسلسل زمني بالأقدمية، فالزائر بسهولة يقدر يزور المكان. إذا الشخص اللي يدخل من الدرج يأخذ أول باب. غرفة على اليمين. على اليمين. بشكل متواصل. وبعد كذا بيظل بشكل متواصل إلى أن يظهر من وين؟ من هنا.
من هنا هذه النهايه دائره كامله تقريبا أيوة. تقريبا 360 درجه صحيح. طيب تودينا داخل نشوف يعني احنا تناولنا البيت الشكل الاساسي للبيت، نتناول ولو سريعا المعروضات. طبعا مستحيل ان نتوقف عند المعروضات الا عابرا. تفضل. تفضل. هذه أول غرفة. هذه أول غرفة، غرفة المستوطنات في مسقط، وتم ترتيبها على حسب أقدمية المستوطنات، بداء من المستوطنة الوطية 10,000 قبل الميلاد، 10,000 سنة قبل الميلاد. نعم، هذا طبعا محاكاة لشكل الاستيطان القديم. استيطان قديم. أو يعني السكن. نعم. ندخل الغرفة الثانية. هذه غرفة لمحات من تاريخ عمان. في عندنا كتاب التاريخ يحكي عن بعض اللمحات في تاريخ عمان. تمام. طبعا موجود باللغة العربية والإنجليزية. ممكن ناخذ فكرة. كذا. من تاريخ عمان. وجميل. إذا هو الصوت يقرأ الصفحة. يقرأ الموضوع الصفحة. يقرأ الصفحة. طبعا مبين تهيئة التقنية في معظم معظم العرض يعني. بشكل عام جميع التقنيات المستخدمة تفاعلية تتيح الزائر زيارة المكان بمفرده دون يعني حاجة إلى مرشد. تمام. هذا أيضا نسمع هنا. طيب وهنا؟ هنا طبعا غرفة التاريخ من القرن الأول لعام 1700، يحكي عن تاريخ عمان من بداية من القرن الأول للميلاد. نعم. بداية بهجرة مالك بن فهم للأزد، ودخول رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمان، وبعض الخرائط للجغرافيين لعمان، والتركيز على مسقط. يعني التركيز على مسقط يعني متحف بيت البرندة يقدم مسقط من مختلف الزوايا ومختلف الحقب التاريخية. هنا خرائط قديمة. قديمة أخرى بعد. يعني خاصة بإيش هذه الغرفة؟ بالتاريخ بشكل عام، وفي خرائط في وجود عمان في وذكر عمان في خرائط المستكشفين القدامى. نعم. إذن هنا التركيز على المستكشفين وعلى الخرائط القديمة وعلى الحقبة اللي كان فيها البرتغاليين. في البرتغاليين. وهذه. هنا عن الدولة اليعاربة تفصيل بالفترات الحكم لكل إمام. تمام. طبعاً عهد اليعاربة أيضاً اتخذ من مسقط يعني مدينة مهمة في معظم مفاصلها يعني، ونهاية الوجود البرتغالي في عمان يعني في مسقط تقريباً. هذا هنا عن تاريخ الدولة البوسعيدية. فيديو توضيحي لبداية الأسرة إلى العصر النهضة. جميل. هذه قاعة جميلة. هذه قاعة مسقط الميناء. تكلم عن التاريخ البحري للسلطنة بشكل عام ومسقط. بعض الأحداث التاريخية التي حدثت في مسقط. يعني هنا التركيز على التاريخ البحري. التاريخ البحري. المواني. السلع اللي كانت تجلب أو تصدر. في صور فريدة جدا لعدد من السفن، من المواني، من هذا أيضا قاعة رائعة. على فكرة التجول داخل المتحف متعة كبيرة، قراءة واضحة وسهلة. يعني ما في شرح الممل، الأشياء مركزة، التقنيات حديثة جدا، واضح جدا هذا الموضوع. إذا هذه الجانب التاريخ البحري. كم غرفة باقوا؟ في غرفتين. غرفتين. طيب هذه الغرفة اللي ندخلها الآن هي غرفة مسقط اليوم. مسقط اليوم. مسقط العامرة. تعرض بعض الأماكن اللي بعد النهضة. أيضا هذا عرض.
هنا عرض وفي هنا يعني لما يدخل الزائر يضغط على اي زر يحب يسمع اللغه الاول الانجليزيه والعربيه والشرح وكتابه في الصور نجرب كذا ايوه ويختار سواء باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه هذه اخر غرفه هذه اخر غرفه هذه غرفه الأزياء. الفن والازياء هنا موجودة طبعاً آلات موسيقية حقيقية ومبين أن بعضها تاريخية موجودة الأزياء الرجالية والنسائية موجودة السيوف والأسلحة جميل إحنا نترك التفاصيل للزائر يعني كمقترح أن يزور متحف بيت البرندة هذه مجرد مفاتيح سريعة قدمناها للمشاهد الكريم وتعرفنا على واحد من أجمل بيوت محافظة مسقط ومطرح بالذات ومطرح ما شاء الله عامرة بالبيوت التاريخية مجرد الزائر ما يتمشى فيها يقدر يقرأ الجديد والحديث مع وجود تناغم كون القوانين أيضاً يعني تلزم ببعض اللمسات حتى لا نخرج عن الطابع الأصلي كل الشكر لك أستاذ عبد الله بن مبارك العبري من متحف بيت البرندة كفيت ووفيت واللي يزور هذا المتحف سيلتقي غالبا بالأستاذ عبد الله مرحب في الجميع أحسن